بنوري نموذج ازاي ده بنعمله في جميع المفاهيم الرياضيه تمام. مش في ده بس. طيب انا دلوقتي عملت ايه مع الطفل؟ علمته يعني ايه ديسيمال سيستم او يعني ايه نظام عشري، حلو كده. بعدين هعلمه بقى الارقام بتتقري ازاي ويفهم الكميات ويربط بقى الكميات بالارقام المكتوبه بالكروت وكل الكلام ده. بعدين هنقله بقى بعد ما يعرف بقى ان الارقام دي ده اسمه 20 وده اسمه 30 وان 20 ده عباره عن عشرتين، كل الحاجات دي هنعدي عليها باكتيفيتيز معينه. مختلف. نبدا بقى نعلمه يعني ايه عمليات حسابيه. هو كده خلاص اهم حاجه عندي كل انه ده قبل ما ادرك يمسك الورقة والقلم؟ كل ده. طبعا ورقه وقلم ايه ده، ورقه وقلم بعيد خالص ماليش دعوه بيها، تمام. الورقه هتظهر اهي. دي مرحله نقدر نقول عليها ما قبل الاخير. خلاص ايه بقى اللي فات ده؟ احنا خلاص عرفنا اهو، ادركنا الكميات وادركنا وعرفنا بتتكتب الكميات دي النظام ازاي. العشري. لا ما احنا الاول عملنا النظام العشري كده، ادركنا كمياته كميات المختلفه للارقام، بعد كده بتتكتب ازاي بالكروت، بيربط الكارت بالرقم. يعني بعدين ايه كروت؟ يعني ايه الكروت بيربطوا؟ يعني بس بكتب له الرقم بدل ما هو مكتوب على ورق بيبقى على كروت خشب. خلاص يعني 2000 ال 2000 مثلا مكتوبه كده. 2000. بالظبط يبقى مكتوب كده، فالطفل فاهم ان دي 2000 2000 ورابطها بايه؟ بالمكعبين اللي فوق بعض، تمام فعارف ان 2000 دي الكوانتيتي بتاعتها كده، تمام فقدر يدرك ان ده اكبر من ال 1000. يعني دايما مثلا حاجه شهيره جدا عند اطفالنا تيجي تقولي له مين اكبر، ال1000 ولا ال900؟ اللي هي اعمل دايره على الرقم الاكبر، 1000 ولا 900. فالطفل يعمل ايه؟ حط دايره على ال900. ليه؟ عشان ال9 اكبر من ال1، الواحد اصغر من من التسعه، التسعة. هو مش مدرك ان ال900 دي في خانه المئات، لسه ما راحتش لخانه بس الالاف. لو كنا خدنا النظام العشري كانت طبعا هتبقى سهل بالطريقه دي وعملنا ده والطفل شاف قدامه ولمس. الكروت وان الواحد ده معمول له مكعب كامل، لكن التسع ميات دول مجرد 9 مربعات فوق بعض، خلاص هو عمرك ما هتيجي تسأليه السؤال ده ويقول، مش هيقول لك هيعرف يجاوب. طبعا ال 900 اصغر. طب